لجنة هذه تمت نصيبها اليوم وهذا في القرارات من مجلس الأمن ومن خلال المسؤولية ديال المغرب والتزامات تنفيذ التزاماته تجاه المنتظم الدولي. وهذه اللجنة هذه اللي الآن هي اللي تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما. بغينا باش نكونوا مساهمين في استتاب الأمن والاستقرار ومحاربة ومواجهة الجريمة على المستوى الدولي. دونك تعرف هذه اللجنة هذه فيها جميع المكونات ديال المؤسسات، سواء منها المؤسسات العدالة أو مؤسسات تنفيذية أو مؤسسات الأمنية ما في الأمن الوطني والدرك الملكي، وكذلك بنك المغرب، وزارة المالية، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، ومجموعة كذلك من المؤسسات الأخرى التي نريد أن تساهم في العمل على مناهضة ومواجهة ومتابعة الملفات التي الإجرامية التي تهم الأشخاص الذين سواء يمولون الإرهاب أو يقومون بغسل الأموال التي تسعى إلى التي تنتج عن الإرهاب أو عن شراء الأسلحة أو بيعها. وطبعا الحكومة المغربية والدولة في المغرب دائما تقوم بتنفيذ التزاماتها تجاه المنتظم الدولي باعتبارها دولة مساهمة في السلم والأمن الدوليين. نلتقي اليوم في إطار يعني التنصيب أعضاء ونواب أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن فيما يتعلق بموضوعي الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، وأيضا للإعلان عن انطلاق رسمي لعمل اللجنة. إحداث هذه اللجنة جاء بناء على تنفيذ بعض التوصيات المقدمة من مجموعة العمل المالي وأيضا المعايير الدولية ذات الصلة، لأنه على مستوى المغرب كان هناك قصور لأنه لم تكن لدينا آلية وطنية، وكان يتم معالجة الموضوع وفق بعض المقاربات المالية سواء من خلال تدخل ديال المؤسسة ديال بنك المغرب أو من خلال تدخل ديال الهيئة الوطنية للمعلومات المالية. الآن بعد التعديل الذي طرأ على القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال تم بموجب المادة 32 إحداث هذه الآلية الوطنية. الآلية الوطنية هي مكونة من 15 قطاع ما بين قطاعات حكومية وأمنية ومالية وقضائية، وهذه اللجنة هي القرارات ديالها ذات طبيعة إدارية. من أهم هذه القرارات إغلاق الحدود، سحب جواز السفر، تجميد الممتلكات، وأيضا ما يتعلق بفرض بعض العقوبات المالية بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يشتبه التورط ديالهم أو ارتكاب ديالهم بعض الأعمال المتدخلة في مجال اختصاص هذه اللجنة في إطار تنفيذ القرارات ديال مجلس الأمن الذي يصدر بعض اللوائح فيها أسماء ويتعين على كل الدول اتخاذ هذه الجزاءات فيما يخص هذه الأسماء. والقانون أعطى أيضا اللجنة صلاحية جديدة متعلقة بالنظر في إمكانية إدراج بعض الأسماء في اللائحة الوطنية وأيضا رفعها لكي تكون داخل اللائحة الدولية. وكما قلت هذه الآلية تأتي لتعزيز التدابير التي اتخذتها المملكة في المجال ديال مكافحة الإرهاب سواء من حيث يعني التعديلات التشريعية التي نقوم بها بين الفينة والأخرى أو ما يتعلق بتعزيز التدابير العملية التي يتم اتخاذها على مستويات متعددة سواء من طرف المؤسسات المالية أو من طرف أجهزة إنفاذ القانون أو من طرف جهات إدارية أخرى. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.